انكم المبحثون حقا وانكم تذوقتم ما تذوقتموه من السياسات المغلوطة والاجندة البعيدة عن روح الوطنية، وها انتم تكتحل عيوننا بكم ايها الاحبة، فمعكم معكم حتى النهاية لانكم معنا معنا منذ البداية. التصفيق لكم يا ساداتي يا تاج الرأس انتم، نحييكم لهذا الموقف المشرف ونحييكم لهذا الموقف الحقيقي. هسجل لك موقف، خلي الدنيا تسولف بي سجل لك موقف، خلي الدنيا تسولف بي سجل لك موقف. Actually I don't have some words through which I can express how happy I am. It is my gratitude to appreciate your situation dear respected teachers. يا نيشن سمعيني زين، ود ما ترمى عندي اثنين